الجميع عواشر مباركة. اليوم كان حفل الختام ديال دوري رمضان لكرة القدم لفائدة عمال وأطر ومستخدمي شركة أوزون تمارا برو. هذا الدوري يتم يعني بتنسيق مع جماعة تمارا، والفائدة هاد العمال باش هما يعني يروحوا شوية عن النفس ديالهم ويكون عندهم واحد الحيز، يعني واحد متنفس من غير يعني العمل الشاق اللي تقوموا به يوميا وطيلة السنة، خاصة في هذا الشهر رمضان الفضيل تتكسر فيه يعني كمية ديال النفايات. والحمد لله تقوموا بواحد العمل اللي هو جبار، خاصنا نشكرهم عليه. وهذا يعني واحد الدوري باش نعترفوا شوية عرفانا بالمجهودات اللي تقوموا بها. الحمد لله هذا الدوري لقى استحسان يعني مواطنين والساكنة وبعض فعاليات المجتمع المدني. هذه يعني مناسبة وفرصة باش تاهما يعيشوا في واحد الجو عائلي ويعني ويكونوا ينميوا واحد الشق الاجتماعي ديالهم داخل العمل. تنتمنوا بان هذه المبادرات ما تكونش هي الاخيره، ويكونوا مبادرات ان شاء الله مثلها يعني في القريب المقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. عواشركم مبروكه. اسم محسن اماديش، عامل بشركه اوزون. صراحه هذه بادره زوينه وطيبه زوينه دارتها شركه اوزون بشراكه مع الجماعه، وكنتمنوا هذه المبادره ان شاء الله ما تخبش في هذا الشهر المبارك، وتبقى ان شاء الله تعاود مرات عديده، لانها كتنفس على العمال وكتعطي واحد الجو زوين وكتخلق واحد متنفس زوين للعمال. وكنشكروا شكر جزيل لشركه اوزون برو وجماعه تمارا. عادل قيسي، مدير استغلاليه اوزون تمارا برو. بالنسبه لهذا اليوم كان اليوم الاختتامي للدور الرمضاني، دوري رمضان 2024 في النسخه ديالو الاولى. من خلال هذا الدوري كنعربوا على الامتنان والحب ديالنا الكبير للعمال ديال النظافه اوزون تمارا برو. الدوري داز في اجواء رياضيه اخويه عائليه، استطاع بانه يضفي واحد الروح معنويه ويرفع من روح العمال، ضاف لهم واحد الشحنه اضافيه، بحيث ان هذه الالتفاته الاجتماعيه كتعطيهم الاخوه العمال ديالنا شحنه بانهم يبذلوا مزيدا من العطاء. الدوري كما سبق وان ذكرت بانه داز في واحد الجو اخوي استمتعنا به اجمعين. شكرا لجميع القائمين على والساهرين بالتنسيق مع شركه اوزون على هذا الدوري الرمضاني اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم تباتقت الفكره بانه كبدايه اولى درنا هذا الدوري اللي مقرر بانه دوريا يعني كل مده واحد شهرين او ثلاثه شهور غيتقام هذا الدوري هذا للاخوه عمال واطر ومستخدمي شركه اوزون ترويحا وترفيها عن انفسهم، ويعتبر هذا عملا اجتماعيا. والسلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.